أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية الاجتماعية مبادرة الأخ الأكبر بمشاركة نحو 40 متطوعاً ومتطوعة من مختلف المحافظات. وتهدف المبادرة لتقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأطفال الأيتام من مختلف الأعمار. اشتغلنا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كان من ضمن الفعاليات واللي حببنا في الشغل ده جدا شغل منظم جدا، هو بيمسك لنا مصر كلها والمناطق الأولى بالرعاية والمناطق اللي هي فيها نقص في شيء بنتوجه لها على طول. من ضمن الفعاليات والحاجات دي ان جزء من المجتمع هو دور الايتام. دور الايتام بيحوي العديد منها، ما بين سنتين اعمارهم ما بين سنتين وسنه لغايه 15 و16 سنه. احنا جايين النهارده عشان نلعب مع الاولاد في دار الايتام، استمتعوا بوقتهم. طبعا عاملين لهم انشطه كتير جدا، كشفيه، انشطه لعب، انشطه صيحات واناشيد ومسابقات، يعني مجموعه من الانشطه اللي هي بتعمل نوع من انواع الدمج والاستمتاع بالوقت، وفي نفس الوقت انشطه مفيده ليهم صحيا وجسديا، وفي نفس الوقت برضه يحس ان هم يعني الناس كلها بتحبهم وفي تعاون بيننا وبين بعضنا. الحمد لله النهارده مبسوط وعارف ان ده بيبقى ليه يعني اجر كبير، لان الكشافه ليها دور كبير جدا في المجتمع ان هم ينشروا المحبه والفرحه بين الناس. موفرين كل حاجه زي ما حضرتك شايف، في العاب وفي اللي هي الكشافه برضه، في تدريب بيعملوها، في يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكتشف مهارات الاطفال وننميها على قد ما نقدر، ونكون الطفل النهارده خارج من اليوم سعيد.